ترى يا جماعة الخلوة بالله ترى والله تجدد الروح، تختلي بالله الملك اللي يعرف أسرار ما في نفسك. ترى في ناس في حياتهم الطبيعية يستوحشون بالناس ويأنسون بالله سبحانه وتعالى. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، كذا تبغى تختلي بالله سبحانه وتعالى في عبادتها. ولما جاءها الهم ما نسيت هذه القضية، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. على كلتا الحالتين أفضل الحلول تجديد الروح الخلوة بالله سبحانه وتعالى ومحاسبة النفس. جرب والله حتعيش أجواء صافية وتصطلح مع نفسك.